عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم احبابنا وخاوتنا وخياتنا كاع اللي راهم حاضرين معنا هنا. نقول لكم خاوتنا مرحبا بكم من جديد، جبنا لكم ضيف جديد مع اخونا يوسف خاوتي اللي جاي يحكي لنا خاوتي كيفاش غامر بحياته في السريع ووصل الى اسبانيا، وراح يحكي لكم خاوتي التجربه هذه كيفاش عاشها وكيفاش ما عاشهاش. وديما خاوتي يقول لكم هنا اخطيكم من طريق البحر، اخطيكم من طريق تركيا، هذوك راهم طرق الموت والانتحار. را في لحظة غضب تكون انت ما باش واش راك دير، تروح ديرهم بعد من بعد كي تركب في البوطي هذاك ولا سريع والله تندم اخويا العزيز، ولا كي تجيك شدة راك راح تندم وتعرف قيمة اخويا والشي اللي درته. مهم خاوتي نقول لكم مرحبا بكم مع اخونا يوسف. يوسف مرحبا بك، واحكي لنا قصة اخويا. ربي يحفظك اخويا عمار، الله يحفظك. واش حوالك يا معلم؟ اذكر العربي. والله صافا الحمد لله لاباس. قلت لك بسم الله ليسونسيال. قلت لك من 2017 وانا في خاطري باش نحرق، باسكو عندي اختي هنا في فرنسا، بس عندي اختي صغيره وخدموا لها لي بابي تاعها، خدموا لها طلعت فيزا شيء. في المهم اللي كنت باين نطلع هنايا، انا كانت عندي لاكارت جون ما عنديش، فهمني كيما كانش عندي لا كارت جون دوك حصلت شي سبورت سبورت و بليس. جات الكورونا و تديجي على بالك بلي الكورونا حبست كلش، دوك باش دير فيزا ولا ما كانش، فهمني ايسونسيال ما كانش طريقة. سبورت 2019 ما كانش، 2020 ما كانش، 20 تاني ما كانش ايسونسيال. كي جات 2022 اي قلت صاي سي بون، انا ما غاديش نزيد نقعد هنايا في البلاد، باسكو لو كان نقعد هنايا ما على باليش واش غادي يصرا. ايسونسيال عيطت لواحد السيد كان هنايا ديجا خرج 2021 وبقات كونتاكت انا وياه حتى 2022 وانا كونتاكت انا وياه. ايسونسيال عيطت له قلت لها كانش خارجة، قال لي نورمالمو كاين. انا كنت حاسب باللي خيط راشي، فهمني هي ليسونسيال. صبرت وهدرت معاه تليفون وقال لي ما كاينش مشكل، قال لي وجد صوالحك. ليسونسيال 7 شهور وانا نستنى. جا الصيف ما كانش، جوان جوي اوت ليسونسيال جا سبتمبر. خدام انا وواحد صاحبي باسكو انا عندي صال دو سبور هما في الولايه تاعي، باسكو انا نسكن في البيض. الله يسلمك خويا. قلت لك خمنت فيها وقلت باين احرق، انا ما غاديش نزيد نقعد هنايا باسكو كثروا مشاكل بزاف. قلت معليش انا راه عندي اختي نهني راسي وكاع. ليسونسيال كنت خدام في لاصال تاعي نورمال عادي. ديجا كنت نتفرج لي فيديو تاعك قبل ما انغاجي، كنت ديجور نتفرج لي فيديو تاعك الناس كي راهي دير كي تخرج كي تخمم، فهمني. ايسونسيال كنت خدام في واحد الكاراج انا صاحبي الومنيوم، كملنا بلعنا الكاراج ثم صاي قلعت الحرقة من راسي، وصاي ما غاديش نزيد نحرق من تالي. ايسونسيال ريحنا في القهوة هكا انا وششرة صحابي، شغل جات غير رشقة. شغل واحد صاحبي قال لي انت يا راك في شحال من عام تقولنا باللي غادي تخرج وما خرجت ما والو. ايسونسيال انا كانت عندي ذاك الوقت كانت عندي 90 و10 ملايين مصرفها اورو، عندنا مريحين هاكا. انا ما بغيتش كاع نهضر، جبدو سجل حرقة منه. قلت له لو كانت سلفني تايا 10 ملايين هاد السمانة نخرج، فهمني. قال لي كونك راجل ونعطيك 10 ملايين وماشي مشكل. قدام صحابي قلت لهم شاشرة ها هو هنا، لو كان يعطيني 10 ملايين نخرج. ليسونسيال الصباح مشينا لابوس، خرج لي 10 ملايين، قال لي كونك راجل و انجاجي. قال لي باسكو راك شحال من عام تقول لي غادي نخرج انت غير تهضر انت ما كان والو. قلت له صح هذاك نوريك ما كان والو. شغل خرجت شحنه وهذا ما كان. ليسونسيال جبدنا دراهم، قعدت سمانة عيط لي السيد قال لي وين راك؟ قلت راني في البلاد ندور. قال لي دروك
قالي دبر راسك كري طاكسي لوطو في البيز ما على باليش، قالي ضروري نقبلك في وهران ليسونسيال. هذا سمع صاحبي قلت له هدي صاحبي، يقول لها فتحي، قلت لها فتحي يا درا باسكو عندها كومبيس، قلت لها يودي واش، قلت لها راه عيط للسيد اسكو نروحو ولا لا، قال لي ماشي مشكل. نص ساعة وجدت سؤال هيك، عيط لخويا قلت له خويا سلمت عليه راك فاهمني، مبغيتش شغل مبين خويا على باله ماشي ما على بالاش، صح شي هي مبغيش نبين للناس باللي راني باغي نحرق فاهمني. ليسونسيال سلمت عليه من الناس الله في روحك، جيت خارج كي تجي تكون موالف خوك و كي تجي خارج دي صعيبة كاع بزاف، ما تعرفش واش حقا واش راك دير. ليسونسيال ركبنا في اللوطو، وديت معايا ثاني زوج عشرة صحابي، طلعنا لوهران، عدنا في وهران كرينا سكنة، عدنا فيها 3 جور باسكو هذاك النهار ما خرجناش، ما شغل اي قاعد يشغل يعجل فيا تاع يا رانا خارجين انا خارجين. قلت له صاي ما كاينش مشكل راني جاي. كي وصلنا لوهران قال لي لا ما كاينش الخرجه، قلت له ما كاينش مشكل كرينا دار 3 جور. يا قعدت نشري فيك كسوه صوالح منا، صرفت شويه اورو فاهمني، قعدنا ندورو حتى عيط لي السيد قال لي ما نشقاش نقلك مع شي 10 صحابك هذا، قال لي غادي تجي عندي ونرسلك لك لواحد البلاصه تما يجو يدوك بلوطو، وهذيك اللوطو يجو يدوك دوك ديريكت للوتيل. كنت انا واحد من الولايه تاعي باسكو فوتها معاه فري راجل، فوتها معايا ثاني فوتناها اخوت من الاول حتى التالي. والسيد هذا عيط لينا قال لينا عندكم حاجة غادي تجيبوها لي معاكم. انا قلت بالك راه بيجيب دخان ولا كانش حاجة ولا. كي وصلنا عند الرومبو تاع السمش تاع العيون، حتى جات واحد العجوز كبيرة قلت لينا انت يا فلان وانت يا فلان، قلت لها انا هو وهذا صاحبي، قلت لي انا راني رايحة معاكم. عزوج كبيرة يكون عندها 55 58 حتى 60، قلت لها كيما نيتك الحاجة تي راكي رايحة، قالت لي واه راني رايحة. اي قلت لها ما كاش مشكل باسكو السيد قال لينا اوبليجي تجيبوها معاكم، قال لينا الخيط هذا راني شايفه عليكم وغادي تشوفوا لي ديروا فيا بليزير كيما درت فيكم بليزير، ديروا فيا بليزير جيبوا لي هاد المرأة معاكم. انا قلت لها ما كاش مشكل راجل، قلت لها نجيبوها وما كاش مشكل. حتى هذه المرأة عيطت لواحد الجيران تما قالت لها جيب معاك طفلة، قلنا بالك راها العزوجة هذه نسات الصوالح راها جايبتهم ليها بنتها هذه، حتى قالت لنا بلي ودي الطفلة بنتي راها رايحة معاك عندها واحد 26 ليسونسيال. قلت لها ما كاش مشكل الحاج، قلت لها حنا على وجه الراجل هذا اللي راه قال لينا وشاف لينا دار فينا بليز، قلت لها ما كاش مشكل احنا هذه الطفله بنتك نوصلوها ثاني راكي تعرفين ما تعرفيناش بصح حنا فري بلاد فاميليا وامانه غادي نوصلوها حتى للسيد. ليسونسيال كملنا، جا واحد السيد رفدنا فيه لوطو دانا لوتيل، دخلنا لوتيل ايا الطفله دار ليها شمبره وحدها وحنا درنا شمبره وحدنا، وكانوا معايا زوج شلافه حنايا سما كنا حنايا 5 جزائريين. الصباح ال11 عيط لينا السيد قال لينا خفوا وجدوا رواحكم رانا خارجين. انا قلت هاي غادي كي نوصل نركب في البوطي راني خارج. خرجنا عند الباب لي ساكودو تاعنا وكاع شغل درنا شويه شويه نشر فاهمني، عاودنا رجعني لي ساكودو للوتيل. جانا واحد مولا ياريس قال لنا طلعوا طلعوا طلعوا، شي كان معاه واحد صافا با ما يدورش مليح فاهمني، شغل من دوك صحاب الدواء وكاع
اي انا هضر معايا صاحبي قال لي يوسف هذا ما راش يدور مليح، قال لي هذا شو راه مدير لينا قالب وكاع. هادي قلت له بالي نتكلوا على ربي ما كان، قال لي لا انا ما نروحش. قلت له هي صاي كي ما تروحش انت انا ما نروحش. عاودنا رجعنا للهوتيل، عيط صاحبي لهذا السيد اللي في فرنسا، شغل قاعد يزقي عليه قال له كيفاش وصلت لينا حنايا هذا وراه جاي بيسوقنا وكاع. قعدنا ساعة في الهوتيل، قال لنا ريحوا كيما راكم دوك تجيكم دو سونسيت كحلة، إلا جات دو سونسيت كحلة ركبوا معاه، إلا جات كومبيس سي با لا بيان تركبوا معاه. خويا فيلم رعب أو قسما بالله العظيم. شغل هذاك اللي بيسوقرنا قال لنا اه، قال لنا امين راه منا راه منا هودو لها لتحت يشتكي فيها. قلت له كيفاه السيد عيط لنا قال لنا ركبوا في اللوطو حتى يديكم البلاصه اللي غادي تقلعوا منها. قلت له كيفاش انت راك جاي تقول لنا هودو منا هودو منا؟ شتا تاع واحد دير لنا حساب اللي رافدين تحتنا الاورو والدينار وراك عرفتي واش بيدير، بغي يكمل معاكم هذا. بيكمل معانا قسما بالله والله ما بيجمل علينا دير ايسونسي. رجعنا للوتيل، عيط للسيد، عيط هذا صاحبي، عيط لهذا السيد لا في فرنسا قال له ريح كيما راك كي تجي دو سونسيت اركب، ما تجيش دو سونسيت تجي كومبي سي با لا بين تركب ايسونسيال. جاتنا يا ربي جاتنا سيليسات كحله، خرج لها صاحبي قاعد يهضر معاه قال له ريح كيما راك دوك تجي دو سونسيت تركب ايسونسيال. حنايا ركبنا في دو سونسيت، جات دو سونسيت ركبنا في دو سونسيت. كي ركبنا في دو سونسيت شغل ما كاينش اللي يهضر فينا، ني انا ني صاحبي ني الطفله كاع ما كاينش اللي يهضر فينا. فهمني شغل قعدنا ما نكذبش عليك، شغل قعدنا خايفين على الطفله كيما انا ما خافش على روحي، صاحبي قال لي ما خافش على روحي تشيل الامانه اللي راهي معانا اوبليجي توصل للبلاصه اللي هي رايحه لها. فهمني كي قال لي انا قلت لصاحبي قلت له دي امين قلت له هذا بحر لا الا متنا صاحبي رانا متسامحين. فهمني شغل قاطع علي صاي سي كملنا بالليل ليسونسيال. قلعنا بالديسونسيال هذيك ايماجيني وين رحنا، دانا واحد البلاصة ما فيها لا ريزو ما فيها والو، دونا لواحد البلاصة يقولها نسيت هذيك البلاصة والله نسيتها. ليسونسيال دانا في واحد الغابة جبل، تهود تطلع تهود تطلع، جاونا زوج قالوا لنا نتوما حراقة، قلنا لا هو احنا حراقة. حنايا شوف زوج شلافة وزوج بيضية وواحدة قول بنت الولاية تاعنا بيضية وش هي متربية في وهران فاهمني. ايسونسيال هودنا ديك الغابة، هودنا هودنا لقينا واحد ديكش 60 70 واحد قاع مغربيين، كان جزائري قاع ما كانش جزائري، كاينين واحدين تموشنتية هادوك اللي خدموهم تاع شغل يعطيه الباي يقول لها اقعد مع الجماعة كي تكمل صاحبي صوالحك وتركبهم نعطيك الباي تاعك راك فاهمني، شغل يخدم معاهم تموشنتية. قالوا لنا نتوما منين؟ قلنا لهم حنايا من البيض وهادو زوج صحابنا شلافة فاهمني، دوك حنايا 5 جزائريين والاخرين قاع مغاربة. يا ليسونسيال قعدنا تما مريحين قالك ساعة وتقلع ساعة ويقلع كيما نقولو من 11 قلعنا على 12 وصلنا على 1:30 كي ريحنا في الغابة ريحنا على 2 كاينة كازيرنا فوق وحنايا لتحت كاش لي يشوفك. المهم ريحنا ضحكنا نورمال عادي سلام المغاربة راك فاهمني تاع خوت. المهم بدا النهار يروح
يجي الليل، من بعد البحر بدا يتكالما، باسكو هذيك الطفلة عندها لابليكاسيو تاع البحر باللي فهمني ها وقتاش يتكالما. الصونسية تكالما البحر، خرجوا جماعة هذو الأولين اللي قلعوا بيهم، قلعوا 8 تاع الليل، والبرد 8 تاع الليل. إيسونسيال قلعوا هذوك وصلوا صح. أمني حنايا كنا ما كناش غير حنا 70، في بالي كانوا 70 واحد آخرين، دير في حسابك باللي 140 واحد ولا 200 واحد كانوا في كوتي الآخر. في الليل في الليل كي جات 12 تاع الليل، وحدة تاع الليل، تسمع كورتياج كورتياج تاع عرس يا سريع بوطيات سريع، أودي ما تأمنش عقلك. هذيك البلاصة على بالك أنا أول مرة نشوف كيما هكا، ما نكذبش عليك قعدت مخلوع، سيمو بالله أنا قعدت مخلوع. إيسونسيال قعدنا النهار الأول جماعة قاع رقدوا، أنا قعدت نايض. عاود جا النهار الزوج ما خرجناش، عاود النهار الثالث ما خرجناش، النهار الرابع ما خرجناش. أيا إيماجيني نتايا في غابة، خلص دراهمك، خلص 100 مليون ولا راك فاهمني، تالي فينا مخلص 95، مغاربة كاين اللي مخلص 130، كاين اللي 170، كاين اللي 160، كل واحد كيفاش مخلص. ليزونسيال 4 أيام في ديك الغابة، ما كلينا ما شربنا ما والو فاهمني، حتى الريزو ما كانش. دوك باش تطلع ما تطلع الفوق ولا تحوس على ريزو، دوك تمشنتيا اللي كانوا معانا قال لك لي جوندارم فاهمني. كانت واحد القرية يقولها كابلو، بس كنا ما نعرفهاش، هما قالوا لنا هذيك البلاصة يقولها كابلو. ايسونسيال تهبط لتحت للشط، لي جوندارم كيما نقولوا بعاد عليك بواحد كيلو، سما كو قاع يشوفوك. انا ما على بالي، شكيت قاع الناس تخدم مع بعضها بدراهم وكاع راك فاهمني، تدي جار على بالك. جا النهار الخامس هبطنا 4 تاع الصباح، هودنا للشط ليسونسيال، ركبنا احنا وهاد السيد اللي شغل موصي علينا هذا تاع فرنسا، هذا كثر خيره وقف معانا وموصي علينا فاهمني. ليسونسيال ركبنا، جا السريع تاعنا ركبنا، كنا احنا يا 5 جزائريين و10 مغاربة. ليسونسيال ركبنا كيما رانا، شوية هود شوية البوطي، هذاك السريع اللي كنا راكبين فيه هود شوية، قاعد يدور ثم يسيف في الماتريال فاهمني، اسكو يقلع ما يقلعش. هي قال لنا شاشرة راه واحد زيادة، ماذا بيه لخشين فيكم يهود. دوك كيما انا خشين، وكاين واحد صاحبي تاني خشين شلفاوي، احنا جزائريين شغل احنا 5 موصين علينا. دوك قال له هادو ماكاش لي ينزل، ودوك دوك المغاربة قال لك يا ننزلو كاع. نزل واحد خشين قال لها، هذاك الخشين وقف قال لهم نتوما مغاربة ورانا خاوة خاوة، قال لهم يا ننزلو كاع يا نقعدو كاع. هذوك المغاربة سمحوا فيه، شغل المغاربة سمحوا فيه صحابهم، قال لها احنا رانا رايحين احنا ما نحوسوش عليك. هذوك المغاربة خلعوني ما نكذبش عليك، كي كنا في الغابة كاينش اللي يهضر فيهم، ما كاينش قاع اللي يهضر فيهم، ما كاينش شغل اللي قاعد يزعف ولا يدير في كانش يدير في الرجلة تاعه ولا ما كانش. ليسونسيال قاعد يسيف الماتريال، قلع الماتريال، خرجنا 20 مينيت كيما هاكا وهران صاي درقت. بدينا نتمشو
قد ما تمشينا هو يضرب كي معاك هاش كي يضرب الناس راه يبان ليها باللي السريع راح ساهل وبيع. قسم بالله يا خويا عمار كي وصلنا قعدنا نسلموا على الارض. انا ما نكذبش عليك، انا كي يطلع البحر ندمت ما نكذبش عليك ندمت، قلت انا راني خاسر دراهمي وجاي هنايا، قلت كيفاه كاع واش راه جايبني انا علاه جيت، ما نكذبش عليك انا ندمت. وكان ثاني صحابي ندموا باسكو كاين اللي خرجوا من بعدنا، خرجنا حنايا، احنا خرجنا للوالا وزادوا خرجوا مورانا ثلاثة تاع السراري. هادوك السراري دوك مفاهمه كي دايرين، كيما نقولوا دايرين لاكاج تاع 115 هو موتير 40 بالتقليع يقلع نورمال، بصح كي يوصل للفون يحبس. إيماني هادوك ربعة ثلاثة ديسباري، وحدة لحقت تلاقينا تما في عند الكوارديا سيفي في الحبس، قعدوا يحكونا قالوا لينا واحد السيد تما وهراني، قعدنا نهضرو معاه. إيزونسيال نكمل لك، شت الموجة تاع البابور، كي نوصلوا عند الموجة تاع البابور نهودوا كاع على أساس نعاودو نطلعو. ما نكذبش عليك انا تما قعدت نشاهد المغاربه هذوك يشوفوا كيما بداك البحر طلع، ماشي يتكالموا ولا يريحوا ولا، راك فاهمني شغل قعدوا يزقوا، ما كاش قعدوا يزقوا خايفين، الخوف كان يدير ليهم كيما هكا. اسونسيال جبد بوشيه السيد قال لهم يتحرك واحد نقطع، راك فاهمني قال لهم يتحرك واحد نقطع. دوك هو كي جبد لهم بوشيه كيما هكا ما كاش اللي هدا، هو البوشيه هذيك ما يضربش بيها، هو شغل ديرها هكا وصاي كوفري بيها روحها او ميم طو يسكتهم خوفهم. ليسونسيال وصلنا لاسبان، حطنا في سان خوسي. كي وصلنا لسان خوسي هنا كانت معانا الطفلة، المغاربة قاع راحوا خلاونا. السيد الماتريال قاسه، موتور 115 جديد اسمح ليسونس ديالو، هو مدخل دراهم ومكمل صوالح اوبليجي، وما خدمش معانا غير حنايا، دير في حسابك حنايا 5 ايام كي كمل كلش عاد جي حنايا يدانا، وزاد كمل بينا لافينيس هذيك هي قاس الماتريال. ليسونسيال وصلنا سان خوفي، صحابي كاع رفدو تيليفونات عيطو رانا وصلنا الحمد لله. بس كي وصلنا تما متأماش عقلك، حنا كي يطلع لينا البحر صاي، بصح كي توصل تما باينة بلي تفرح. وصلنا بدلنا الكسوة تاعنا وكاع طلعنا للطريق، كي طلعنا للطريق شافونا واحدين اسبانيول، كي شافونا دخلنا حنا لواحد البلاصه تما قريه ولا ما على باليش ليسونسيال في سان خوسي. دخلنا القهوه تقهوينا نورمال، كي جينا خارجين رفدونا، بصح شي نورمال ما تخاف ما والو، ما نكذبش عليك ديفيرونس بين في البلاد لو كان باغ اكزومبل قبضونا، يا قبضك يا هو داك يا تروح تضرب الحبس يا تروح يعطيك بروسي 20 مليون، فاهمني. بصح حنا كي وصلنا لاسبان الطفله هذيك اللي كانت معانا تسلك اسبانيول قاعده تهضر معاهم، قال لها شغل ما تخافيش دوك ندوكم للسونتر عندنا في الميريا نورمال ما كان والو. ايسونجي طلعنا داونا السونتر هذاك، داونا السونتر هذاك ما نكذبش عليك خويا شغل ارتاحيت، ما قعدتش نخمم في يرجعوني للبلاد ولا ثم، قلت قالوا كان يرجعوني للبلاد نورمال الحمد لله اللي سلكت من البحر. دخلنا شغل استقبلونا دخلونا للحبس هذاك، بعد بدوا يخرجوا بالواحد ويدخلوا بالخمسة يخرجوا بالخمسة راك فاهمني، داونا بصمونا بدلونا قاع هذاك القش، عطاونا قش جديد
ايسونسيال قعدنا 72 ساعة. كي جات هذيك 72 ساعة خرجونا نورمال عادي. امني اسبانيول تحسب راك في داركم ما تخافش. قول لي خويا خويا يوسف شحال قعدتوا في البحر نتوما؟ حر درنا زوج سوايع ونص. زوج سوايع ونص؟ زوج سوايع ونص هذا رابيد هذا. كان يمشي خويا صاروخ طيران. قالكم زوج سوايع ونص اخافي. زوج سوايع ونص والله. زوج سوايع ونص ليزونسيال قلت لك كملنا هذيك 72 ساعة. عطاونا هذيك الورقة هذيك تمشى بها دو موا ثم الياس. وكي تلبس هذيك اللبسة شغل راك تحت الحماية تاعهم. هذيك اللبسة سبيسيال هذيك يعطوك اونسومبل باين باللي حراك. ايسونسيال فتنا انا والطفلة وصاحبي معنا زوج شلافة شغل وقفنا مع بعضنا من اللي قلعنا مع بعضنا حتى كملناها مع بعض. المهم وصلنا في الليل شرينا لي بيس ريحنا في قهوة عيطوا للدار ومنا سلام الحمد لله راني وصلت وكاع راك فاهمني. بصح كي سقسينا قال لك احنا خرجنا نورمالمون خرجنا في خمسة. احنا وصلنا ووصلوا واحدين من مورانا بصح ثلاثة ديسباري اليومين هذا مازال ما لقاهمش. باسكو كي وصلت انا هنايا للدار عندي طفلة اختي شغل كانوا يرسلوا لها الناس كيما نقول واحدين مراركة وكاع راك فاهمني. يرسلوا لها في لي فوتو تاع هذا الحراقة اللي حرقوا معانا وسي فري كاع الحراقة اللي يرسلوا لي لي فوتو تاعهم كاع كانوا معانا تما كاع كانوا معانا في ديك الغابة. واش من يوم بصح كي قالوا لي ديسباري ما نكذبش عليك انا ما امنتش. دوك واحد تشوف فيه ويقول لك راه ما كانش شفت كي يصرى لك. اش قلت لي خويا عمار واش من يوم معلم رادات؟ هذه كانت 3 اكتوبر. ما عنديش بزاف انا عندي لو 15 هذا ان شاء الله نقفل دو موا هنايا في فرنسا. سيما جديد خونا انكذبش عليك كي اللي يقول لك ما راهاش الناس تخرج منا ما على باليش وراها مزيره فهمني. ما نكذبش عليك لو هارنا ما كاش لي طيق عليه والله العظيم كاش لي طيق عليهم في الحرقه باسكو الناس تخدم الريسك فهمني. وكاين اللي شارين الخيط كاين اللي الخيط شاريه وتخرج نورمال. ليسونسيال احنا وصلنا قلت لك للقهوة تقهوينا عيطنا للدار خوتي قلت لهم متقلقوش راني وصلت راني الحمد لله كاع فرحوا. عيط قال شغل قال لي نعرفه كاع عيط لهم خبرتهم قلت لهم باللي يدي صايغين متقلقوش. وعيط ثاني عيط لمرتي عيط ليها قلت لها صاي سي وراني وصلت ما تقلقين ما والو. ليسونسيال وصلت اسبانيا درت برشلون من برشلون قطعنا تيكي درنا ثاني بيربينيو فشي بدلنا القش بدلنا صوالحنا دخلنا لفرنسا لقينا هذوك لي كلانديست هذوك المراركه. حنايا زهرنا طحنا في واحد جزائري قال لنا ندير معاكم لو ماكسيموم. قلنا له شحال تدينا قال لنا راكم ثلاثه نديكم 400 اورو في ثلاثه. قلنا له ما عليش ليسونسيال راهم زوج شلافه قلت له اصحابنا راهم جايين ثاني هما دوك غادي يجيبهم لينا لفرنسا. وقلت له ثاني حنايا وصلنا واللي كاينه نعطوها لك ماشي مشكله باسكو انا ما كانش عندي حتى تسلفت فهمني. جيت هنايا نافيغيت شويه ورجعت لصاحبي دراهم. المهم درنا بيربينيو دخلنا لفرنسا
عاد ثما شغل رتاحين، اما نكذبش عليك بدانا كلانديستي هذا، وصلنا حتى لغار دو ليون نورمال كيما هاكا، حطنا تما وكل واحد وشاف طريقه. انا قعدت انا وصاحبي والشلافه الشلفاوي جات اخته فهمني، انا ثاني نزلت رحت عند اختي وراك فاهم الحمد لله. انا ما نكذبش عليك عمار خويا، انا وكان ما جاش عندي هنا، عندي زوج خواتاتي هنا في فرنسا، انا لو كان ما جاش عندي خواتاتي هنايا ما نسمحش في صالة تاع مسكيلاسي ونسمح في صوالحي ونجيك فاهمني. شغل كي جيت هنايا عاد ارتاحيت ما نكذبش عليك. قول لي يا خويا، وصل هذيك البلاد اللي بدات تخدم ولا غلقتها ولا كدرت لها؟ لا خليتها عاد تخدم، يا مليح. آه خليت لها صال تاعي، خليت صوالحي بصح قبل ما نخرج خويا عمار ستفت روحي، ستفت اموراتي كاع فاهم، داير في حسابي بلي نخرج، خدمت كواغطي وجدت صوالحي كاش لي على باله فاهمني. كي وجدت صوالحي مليح مليح درت خدام في لاصال تاعي وكاع فاهمني كونفيونس، زدت وصيت خويا صايت كلت على ربي. وما نكذبش عليك قبل ما نخرج من وهران، باسكو انا الشيبانيه تاعي متوفيه الله يرحمها. صافي، الله يرحمها ان شاء الله، صافي من 2000 اللي جا بين عينيا ما نكذبش عليك جابوه بين عينيا. انا قلت والله باسكو تفكرت واحد المره كنت رايح نفوت في العسكر، قال لي شوف ولدي، قال لي لا عليك دعوه الخير، قال لي ان شاء الله راهم ما يشدوكش. سيفري رحت الكازيرنا قعدت 3 جور طلقوني، اي تفكرت قلت والله غير نعيط للشيباني تاعي ونقول لها تهلا في روحك وكاع ما نكذبش عليك. كذبت عليه الله يجعل ربي يسمح لي، قلت له ليسونسي راني رايح عند اختي، قلت له راني قطعت البي تاع الطياره وراني خارج راك فاهمني. ايوه الحمد لله قلت اعطيني دعوه الخير ورضى عليا، قال لي شوف ولدي ما تخاف، مش قال لي راني راضي على الدنيا والاخره، قال لي روح ان شاء الله ربي معك. ايسونسيال وصلت الحمد لله يا رب الحمد لله. الحمد ولي لله. يا خويا يوسف، واسكون انت راح تولي تبقى تعيش تما ولا تعاود تولي مع الوقت ولا كيف هذه؟ ما نكذبش عليك انا كل مو راني باين طلع مرتي ما نكذبش عليك، ان شاء الله متزوج في البلاد. كل تقريب متزوج يا ربي ثم يوفقك ان شاء صاي الله. مكمل كلش انا فاهم، خاطب حاط دراهمي مركب خاتمي صاكي قعد لي في العقد ما قعدتش هذا مكانك فاهمني. ربي يوفقك ان فشي شاء الله اخويا مش ان شاء الله، بس هي محسب ليها باللي نجي هنايا ان ودير شاء في الله بالي باللي ما نخليهاش نجيبها ان شاء الله ان شاء الله. ربي ان شاء يوفقك ان الله شاء يا الله. رب ان شاء الله يا رب. قولي يا اخويا يوسف، انت هذوك اخويا عندك صالة وايش ما درش علي دمون فيزا والله كاش حيه والله. فيزا راني فهمت، قلت لك 2017 قلت لك جات الكورونا شغل فشلت كورونا راك فاهمني، كورونا 3 سنين وانت تستنى بزاف باش تصبر. ما عطيتش نصبر ما نكذبش عليك. سبت هنا يا اختي وتوحشتها وفي شحال من عام ما شفتهاش، قلت والله الريسكي ونروح نشوف اختي صح فاهمني. دير في حسابك هي من 2018 ما جاتش للجزائر، هي 2018 حتى انا كي جيت هنا لقيت ولدها كبير انا خليته يا حسراه صحيح فاهمني. ايو كي توحش اختك توحش دارك راك عارف ما نكذبش عليك. انا شغل هي الكبيره، شغل هي اللي دايرها في بلاصه ما ودايرها في بزاف صراحه وخصها توحشها بزاف. ربي يخليها ان شاء الله. امين ان وقول شاء لي الله. يوسف، ما عندك مهنه ميتي هكا صنعاء كاش؟ كيما جيت لهنايا عندي واحدين صحابي كانوا هنايا راهم هنايا في فرنسا في البلاد، كنت كونتاكت معاهم باسكو كانوا يترينو عندي وكاع، عندي زوج كانوا يترينو عندي وحرقوا قدامي، ايا قعد الكونتاكت بيناتنا وهنايا كيما هنايا دوروا لي على شونطي بحال بنتورا بياطريس فاهمني. هي صعبة تحرك شوية ايه الواحد يخدم شي اللي جاب
اللي جا في طريق يخدم موسى يحتي فرج. لا هي يلا خبا صاحبي خويا، هي فرنسا كما قال لك ماهيش تاعي وماهيش تاعك وماهيش تاع الناس، راك فاهمني خويا. صح انا ما نجمش نقول للناس يا ودي ما تجوش وخليكم، وراك فاهم خويا يجي هنايا ويجرب ما تحسيش كاع، بالك ما خرجتش بلاده تخرج عليه هنايا، بالك والله ما تعرف، ربي سبحانه هو اللي قسم الرزاق. صح صح شي نصيحة، نصيحة شغل ما ننصحش بالبوطي، لا بوطي لا سريع، سريع سريع زمان زمان كان كيقول لك موتير 125 واه 125 صح، دروك راه فيها ترافيك، يقول لك يا ودي ها موتير 115 وهو 40 من داخل، فهمني يقول عباد الله. او ودي كيف الله يقتلو بزاف خويا. وليق لك وليق لك ليق لك ما نكذبش عليك، ليق يكون عندك خيط شباب كاع بزاف، يكون كونفيونس. هي اخويا يوسف، هي واحد عنده 100 مليون ولا 120 مليون كيما راهم يحرقوا خاوتنا، يعني انا نشوف بلاش قادر يدير تأشيرة ويفضل نص تاع الدراهم ويروح يحوس ويدور يا ما نكذبش عليك، السريع راه زاد ضروري السريع، انا ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك، انا لو كان على بالي نصبر نزيد 50 مليون نشري فيزا، اوه نكذبش 100 مليون عليك. راح تديرها تكفيك اخويا، انت عندك راس راس عندك كل شيء، ادفع اخويا على ربي قادر تتقلق 10 يا ملايين. ودي اللهم قدر، قاع ما عنديش انا فور اكزومبل، قاع ما عندي والو، عندي 100 مليون زيد نصبر لحق 50 150 نشري فيزا تاع عام عام تجي هنا يا وتشوف، ما خرجتكش ترجع، بصح تأشيرة ما فاهمني؟ تتباعش أخويا. لا هي ما تتباعش راني يعني فاهمك، بصح هي كي تريتي لك دوسي شباب وكاع باينه باللي تخلص عليه، على بالي هي ما تتباعش. سما دوسي مليح كما نقولوا حنايا مزور. باينه هذيك، يكون عندك دوسي شباب كاع شباب ما رفي امبوسيبل باش تديه، صح شي تخلص عليه. مكتوب أخويا يوسف، مكتوب الواحد هي الدنيا مكتوب، والله ما تعرف صح، ما والله. كانتش الدنيا هذه، كل واحد يدير شيء، كل واحد يدير مكتوبه. وخويا يوسف ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله اخويا. آمين إن شاء الله، والله ما نكذب عليك، أنا قلت لك قدام لا نحرق أقسم بالله خويا عمر لك توجو قاع لي زيستوار اللي راك دايرهم كل ما تفرج ليهم اللي فيها والمكابر. قاع ما تفرج ليهم. وشكون اللي عجبك في الحكايات هذوما؟ عجبني واحد ستايفي وين تاع كوبا هذاك؟ ستاي لا ستايفي اللي داير فيديو تاعه عند الموتير تاع اللي شاف هذا مجنون قاعد يشطحوا فلوسه. هذا عجبني بزاف، قال لك يلا ما شفنا، قال لك شفنا الحلول اللي شطحوا، قال لك والله العظيم او فيني يو هو. ومرات يكمل نشوفه والله عندي مودة نحكي شباب عادي، الله يوفقهم والله لجميع الحراقه اللي راهم هنا، الله يوفقهم مساكين. كاين اللي جاي خدام على دارهم، وكاين اللي سلعه اخويا، كاين اللي ما خرجتهاش البلاد، كاين اللي تغبن في الحبس داخل خارج داخل خارج، راك فاهمني الغربه خير من اللي يقعد في البلاد بليس، راك فاهمني يقعد في الحبس داخل خارج بزاف عليه، فاهمني. ربي يسهل، ربي يسهل جميع الناس. خونا الله خالتي، يوفقهم. خالتي خونا يوسف، نشكرك اخويا على اخويا القصة تاعك هذه، مهم ربي فيها يحفظك يا عمار. تجربة نصيحة، تجربة، وعطينا نصيحة لخوتنا اللي راهم يشوفوا فينا هنا، ايش تقول لهم؟ نصيحة اخوتي ما نكذبش عليكم، اللي راه في خاطره اوروبا وما يخليهاش في قلبه، فاهمني، باسكو الرزاق ربي سبحانه والدنيا هذه مكاتب، باش نقول لهم انا يا ما تجوش كاينه حاجه نقول لهم ما تجوش فيها، خليكم من البوطي وخليكم من السياري، سي فيزا سي، راك فاهمني، دبر راسك. بس كي دروك راه السريع الناس راهي تشوف غير في الدراهم، كاين اللي يقول لك اعطيني تشوف 100 مليون الصباح تركب يديها ويروح، قادر يقتلوك قبل ما تركب. تموت نورمال، ثم في وهران تموت، كاين ولاد الفاميليا ماشي قالوا هارنا كيف كيف، وانما والله لا وهران فيها ولاد الفاميليا، والله لا كاين ولاد فاميليا. المهم احبابنا خاوتي، نشكرك خونا يوسف.
قوتنا المشاهدين والمشاهدات، نقول لكم ربي يحفظكم، ونقول لكم بارك الله فيكم، وشكرا لحسن الاستماع والإصغاء، ونقول لكم شوفونا في قصة جديدة مع ضيف جديد، ما لابان نشوف منين هذا الإنسان اللي حيحكي لنا جديد هذا. نقول لكم مرحبا بك، أنا نستنى فيك وخونا يوسف، ربي يسهلك في حياتك بإذن الله، وربي نورك. الله يحفظك خويا عمار، بارك الله فيك. تداني أتمنى خويا، تداني خويا، الله يعطيك ما تتمنى. راك تنصح الناس وراك تقول لهم واش كاين واش ما كاينش. خويا تداني، ربي يعطيك حساب قلبك. ربي يحفظك اخويا يوسف والله. وصافي بليزير، ما نكذبش عليك، جميع الحراقه اللي راهم هنايا والله لا راهم مغبونين، وان شاء الله ربي يشوف فيهم كاع كيما داير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ان رب، شاء ان الله شاء الله.